Les États, les régions et les villes d'Afrique devront répondre à ces défis. En s'appuyant sur la feuille de route contenue dans les ODD, les objectifs du millénaire pour le développement, et notamment l'ODD numéro 11, considéré comme l'ODD des villes, faire en sorte que les villes et les établissements urbains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Et chaque mot pour nous a une signification bien particulière. الهدف من هذا اللقاء اللي عقدنا على هامش الدورة ديال أخيسيتي هو أننا نعرفوا بالوكالات الحضارية، نعرفوا بشبكة الوكالات الحضارية اللي هي مجال، نعرفوا بالقدرات ديال هذه الشبكة فيما يخص التعمير وإعداد التراب الوطني. فهذا اللقاء هو لقاء مهم جدا، استطعنا من خلاله أننا نساهموا في إرساء مبدأ دبلوماسية المدن، يكون التخطيط الحضري في خدمة هذه الدبلوماسية. استطعنا أننا نوقع واحد مجموعة ديال الاتفاقيات مع مجموعة من البلدان الإفريقية، الهدف منها هو أننا نتقاسم التجارب فيما يخص التخطيط الحضري وفيما يخص إعداد التراب، ونوضع واحد خارطة الطريق متفق حولها، حول برامج عملياتية على المستوى المتوسط والبعيد. الاتفاقيات كانت كتهم مدينة الرباط مع داكار على دولة السنغال الشقيقة، كانت هناك مدينة الدار البيضاء مع أبيدجان في الكوت ديفوار، كانت هناك أيضا مدينة مراكش مع ياوندي في الكاميرون، بالإضافة للداخلة مع غوفيسك في السنغال، ومدينة جديدة مع مدينة سوس في تونس، مدينة الحسيمة مع أبو ميكالافي في البناء. الاختيار ديال هاد المدن ما جاش يعني كان هناك مجموعة المعايير اللي كتشابه في هاد المدن، سواء معايير ذات طابع طبيعي او لا بيئي او لا اقتصادي او لا اجتماعي ومجالي ايضا. يعني كنعرفوا بان على المستوى الافريقي اليوم كاين هناك مجموعه ديال التحديات كتتسنى المدن بصفه عامه، هناك الضغط العمراني، هناك الديناميه الاقتصاديه اللي ولات كتعرفها المدن بصفه عامه، وحنا الان امام التحدي الاكبر هو اننا نخلقوا مدن محافظة على البيئة، مدن ذات بيئة متكاملة، ذات واحد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. في إطار هذه اللقاءات كانت اتفاقية اللي تم التوقيع عليها من طرف من المجال، إذا الجمعية ديال الوكالات الحضارية ديال المغرب، مع المنظمة ديال الحكومات المحلية ديال إفريقيا ومجموعة العمران. الهدف ديال هذه الاتفاقية هي نكون يعني واحد الدراسة اللي غتعمل على الحاجيات اللي كاينين ديال المدن الحالية والمستقبلية. تتعرفوا أن تحديات كبرى هنا اللي تتواجه المدن الإفريقية، وخصوصا فيما يتعلق التمدن، لأنه في المغرب مثلا وصلنا اليوم 61% ديال المغاربة اللي تيسكنوا في المدن، غنوصلوا 75% في العشر سنوات القادمة. تنتكلموا على 5-6 مليون ديال المواطنين اللي غادي يجيو لهذ المدن. إذا خص تكون واحد السياسة استباقية باش نوجدوا هذا الوصول يعني المكتف ديال المواطنين للمدن، وهذا ما يمكن يتعمل غير في واحد النظرة اللي هي استباقية وشمولية ومندمجة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.